حدا أكبر من بلده. خلينا نبني مؤسسات يا أخوان، خلينا نبني خط، شارع، أوتوستراد، طريق نمشي عليه كلنا سوا باستمرار. لن نقبل أن يأتي أيا كان مهما على شأنه ويتلاعب بصيغة العيش المشترك في لبنان وفي العاصمة في على وجه الخصوص. لبنان بلد لكل اللبنانيين، نحن بدنا نعيش فيه مسلمين ومسيحيين بالتساوي، هيك أنا بشوف البلد. وأنا مد إيدي للمسيح المعتدل أقرب لإلي من المسلم المتطرف. أنا بعتقد وبكل ثقة إنه أي باحث عن الحقيقة فيما يتعلق برفيق الحريري هتكون النتيجة لمصلحته. أنا أطلب أكثر من هيك. صح لي الفرصة أرجع على بلدي وساعد بلدي، بقى ما كان في إمكانية الواحد يقول لا، بالرغم من إنه عائلتي يعني وأصدقائي تفاجأوا على رجعتي وكانوا عم بيجربوا يقنعوني يبقى بأمريكا لأنه في استقرار أكثر، بس ما بيقدر الواحد يقول لا لما صح له فرصة بمجاله يقدر يخدم بلده. مش مظبوط إنه لبنان بيتنفس بالحرية بس، كل الشعوب بتتنفس بالحرية، والحرية هي حق للشعب السوري مثل ما هي حق للشعب اللبناني، ولا أمل لمستقبل مضمون للبنان إلا بحرية الشعب السوري والشعب اللبناني على حد سواء. سنحتمي في جذورنا في أوساط هذا الشعب عمالا وفلاحين، طلابا ومثقفين ثوريين، شبابا ونساء ومنتجين يأكلون خبزهم بعرق جبينهم. وقد وصلتنا الرسالة وسنكون على مستوى التحدي. نقسم بالله العظيم، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين، دفاعا عن لبنان العظيم. عشت وعاش لبنان، دفاعا عن لبنان العظيم. الله معكم، الله يقويكم، مسيرتنا مستمرة، لبنان القوي فيكم، انتو شعب لبنان القوي، انتو شعب لبنان الكرامة، انتو رديتوا العز للبنان. الله معكم، الله معكم، الله مع لبنان. مفتاح الحل وإقامة الدولة الحرة المستقلة السيدة، مفتاح الاقتصاد والأمن والمال والاستقرار، هو معرفة من قتل رفيق الحريري. ودون ذلك فإننا نعيش في دولة تحكمها المافيات وقتل القيادات ولا حيث حقيقة. بالمناسبة أن نتابع حمل المشعل أيا تكن التضحيات، ودائما ودوما في خدمة لبنان.